السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بكلية الملك خالد العسكرية، بتعلن عن نتائج الترشيح الأولى للعام الدراسي 1444 لحملة الشهادة الثانوية. أعلنت كلية الملك خالد عن نتائج الترشيح الأولى لعام الدراسي 1444 لحملة الشهادة الثانوية، وكانت كلية الملك خالد العسكرية أعلنت عن فتح القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، عن فتح باب التسجيل بالكلية لعام الدراسي 1444، وكانت من ضمن الشروط المطلوبة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، يستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، أن يكون غير متزوج بأجنبية، أن يكون حسن الأخلاق والسمعة غير محكوم عليه بحد شرع أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ألا يقل سن خريج الثانوية عن عند بدء العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة، أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى 165 سنتي والوزن 52 كيلو جرام والحد الأعلى 188 سنتي والوزن 95 كيلو جرام، أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة العلوم الطبيعية أو نظام مقررات تخصص العلوم الطبيعية، على أن لا يقل المعدل التراكم العام عن 80%، ومن خريجي هذا العام الدراسي 1343 انتظام نهاري ولا يقبل خريج الأعوام السابقة، أن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن 60 في اختبار القدرات وحاصلا على درجات لا تقل عن 60 في اختبار التحصيلي الذي يعقده المركز الوطني للقياس، أن يؤدي اختبار كفاية اللغة الإنجليزية ستيب الذي يعقده المركز الوطني للقياس، أن يجتاز جميع اختبارات وإجراءات القبول، المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفاية الحرس الوطني، أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من لجنة طبية تابعة لجنة القبول والتسجيل، ويعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بعدد الكشف الطبي. فيما يخص طلب الالتحاق لبرنامج الطيران العمودي، الحصول على درجة لا تقل عن 50% من اجتياز كفاءة اللغة الإنجليزية ستيب الذي عقد في المركز الوطني للقياس، أن يجتاز الفحوصات الطبية والفحص الطبي الجوي، تعليمات التسجيل، يجب قراءة شروط القبول بعناية قبل البدء بالتسجيل، التأكد من تفعيل حساب أبشر ليتمكن المتقدم من الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، يفضل استخدام متصفح إنترنت إكسبلورر 8 فأعلى، يفضل استخدام أجهزة حاسب مكتبية في عملية التسجيل لا تتعدى عملية التسجيل مدة 60 دقيقة، يرجى تجهيز صور من الماسح الضوئي للتالي بحيث تكون صيغة الصور من نوع JPG ولا يتعدى حجم الصورة الواحدة عن 800 كيلو بايت. الشهادة الثانوية صورة شخصية ملونة بالزي الوطني وخلفية بيضاء مقاس 3×4، التأكد من تعبئة جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة، كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الإنجليزية. طبعا وكان بداية تقديم الطلبات يوم الاثنين 19/12/1443 الموافق 18/7/2022 الساعة 10 صباحا، وحتى يوم السبت 24/12/1443 الموافق 23/7/2022 الساعة 11 صباحا حسب تقويم أم القرى على مدار 24 ساعة. النهاردة تم الإعلان عن نتائج الترشيح الأولى للعام الدراسي 1444، يستطيع كل طالب الدخول إلى موقع والتأكد من قبوله أو عدم قبوله. أتمنى طبعا للجميع التوفيق، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.